هستاذن حضراتكم هبدأ من عند الدكتور فايز فرحة. يمكن المتغير خلال الأسبوع الماضي كانت مسألة التلسين السياسي ما بين الولايات المتحدة والصين. صحيح حصلت مباحثات النهاردة ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الصيني، لكن على مدار الأسبوع الماضي كان في لهجة الصعيدية من الولايات المتحدة. التلسين كان ما بين الجهاز الدبلوماسي الأمريكي والجهاز الدبلوماسي الصيني، لم يصعد إلى مستوى أكبر من ذلك. قراءة حضرتك لهذا الأمر إيه؟ بعض بيشوف إن دي محاولة لجر الصين في الاشتباك، أو أن بالفعل دي لحظة التهديد قد يكون حاسماً في تحييد الصين. يعني في تقديري لازم نرجع مرة تانية للتكييف الأصلي لطبيعة هذه الأزمة. هذه الأزمة كل الأطراف تتعامل معها باعتبار أنها نقطة تحول في النظام العالمي. وزير الخارجية الروسي نفسه قال هذا الكلام بشكل صريح، ربما أمس أو أول أمس، قال أنه هذه الأزمة أو المعركة الجارية في أوكرانيا هي معركة تغيير النظام العالمي. وبالتالي جميع الأطراف الثلاثة الرئيسية، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، يتعاملوا مع هذه الأزمة بمنطق أو بحسابات أن هذه مرحلة مهمة في تغيير النظام العالمي. الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوة المهيمنة على هذا النظام تحاول الحفاظ على وضعها كقوة مهيمنة والحفاظ على هيكل النظام القائم. الصين وروسيا كل منهما يسعى إلى استغلال هذه الأزمة كحلقة للتأكيد على انتقال العالم إلى النظام متعدد الأقطاب. التحذير اللي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية للصين بعدم تقديم الدعم العسكري أو عدم الالتزام بالعقوبات المفروضة على روسيا هي جزء من محاولة أمريكية واضحة إلى عدم تكتيل روسيا والصين في جبهة واحدة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي دائما الرجوع إلى التكييف الأساسي لهذه الأزمة مهم جدا في فهم ما يحدث من خطاب مشترك أو خطاب متبادل بين الأطراف الثلاثة. أيضا بالإضافة إلى التصريحات المهمة لها وزير الخارجية الروسي فيما يتعلق بطبيعة هذه المعركة، الصين أيضا بعد المكالمة الطويلة اليوم بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي كان أهم فقرة طلعت، وربما الفقرة الرئيسية اللي طلعت في التقارير الصحفية حوالين نتيجة أو مضمون هذه المكالمة هو تأكيد الصين على أن الولايات المتحدة على أن الصين هي طرف مسؤول في النظام العالمي ويجب أن تطلع بدورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. فبالتالي الصين هنا تسعى إلى التأكيد على أنها طرف في هذا النظام، أنها يجب أن تطلع بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا للحسابات الصينية وفقا للرؤية الصينية. الرسالة اللي خرجت من البيت الأبيض عن هذه المباحثات هي مسألة أن الصين لا تقدم أي دعم إلى روسيا. من البداية الصين لن تقدم أي دعم عسكري واضح لروسيا. البعض حسب البعض دول يعني القراءات والمقالات اللي تكيف على أساسها فكرة دعم الصين لروسيا، الاتفاقات اللي جرت وقت الأولمبيات عندما زار الرئيس الروسي بكين، كذلك أن تم الإفراج عن أو رفع الملاحظات الصينية على القمح الروسي يوم العملية العسكرية. طيب برضو علشان نفهم السياسة الصينية في مداخل أساسية لفهم هذه السياسة وطريقة تعاملها مع الأزمات الدولية والإقليمية الرئيسية. أولا الصين حسب الثقافة الصينية، الثقافة الكونفوشيوسية نفسها، أننا يمكن أن نتفق على عدو ولكن كل طرف يذهب إلى مواجهة هذا العدو بطريقته. وبالتالي الصين هنا لا تتعامل بمنطق الأحلاف، لا تتعامل بمنطق أنها يمكن أن تدخل حرب أو معركة لطرف آخر لحسابه. فبالتالي هذه معادلة أو فكرة أساسية حاكمة في الثقافة الصينية لها أساس، هي جزء من السياسة الصينية لكن لها أساس أيضا في الثقافة الكونفوشيوسية، أننا نتفق على العدو لكن كل واحد يذهب إلى مواجهة هذا العدو بطريقته. وبالتالي
المبالغة في الإعلان 4 فبراير اللي بين الرئيس الصيني والرئيس بوتين. حضرتك شايف إن هو حجة؟ ليس لا حجة ولا مبالغة؟ لا، أنا في تقديري إنه ليس مبالغة وليس حجة، ولكن يجب أن نضعه في إطاره، في طريقة تعامل الصين مع الأزمات الدولية وطريقة تعامل الصين مع الشركاء الاستراتيجيين أيضا. الصين روسيا ليست الشريك الاستراتيجي الوحيد. بس حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة يفوق بمراحل حجم التبادل التجاري صحيح مع روسيا. صحيح، لكن هذا على المستوى الاقتصادي. وده اللي خلى يمكن شخصيات دبلوماسية أمريكية تقول إن أنتوا مصالحكم مع أمريكا مش مع روسيا. على المستوى الاقتصادي الصين تتعامل مع النظام الاقتصادي العالمي كله كوحدة واحدة. هو تتعامل بمنطق ربط كل الأقاليم وكل معظم اقتصادات العالم بالاقتصاد الصيني. هذه فلسفة الصينية. بفكر، لكن على المستوى بفكر برضو بفكر مع حضرتك برضو بصوت عالي. في المقابل وضع الجغرافيا السياسية ما بين روسيا والصين وحدود برية حوالي 4200 كيلو لو أنا غلطان حضرتك صحح لي، يعني إما أن يكون الدولتين في حالة اتفاق أو في حالة عداء. هما في حالة اتفاق يعني، لكن ليسوا في حالة تحالف أمني. هذا دي أحد الثوابت الأساسية في الصين، زي الثابت الأول اللي أشرت ليه لحضرتك، وهي مسألة أننا لا يجب أن يعني يمكن الاتفاق على عدو، لكن لا يمكن أو لا يجب بالضرورة الاتفاق على أدوات مواجهة العدو. لكن بالإضافة إلى هذا، الصين أيضا ترفض سياسة الأحلاف، سياسة الأحلاف الأمنية. يمكن أن نصل إلى مستوى الشريك الاستراتيجي، لكن حتى الآن ربما الوضع ربما يحدث تغير في السياسة الصينية، لكن هي ترفض حتى الآن السياسة الصينية، سياسة الأحلاف. وهذا راجع إلى تكييفها، لأنه مازال حتى الآن هناك بعض المبادئ الأساسية تخدم المصالح الصينية. على سبيل المثال، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، رغم أنه مبدأ أصيل ورصين في العلاقات الدولية. والولايات المتحدة الأمريكية أكثر دولة مع القوى الأوروبية يعني تخطت هذا المبدأ وتجاوزته تحت دعاوى كثيرة، نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحرب على الإرهاب إلى آخره. لكن الصين ما زالت تتمسك بهذا المبدأ، وهذا خدم السياسة الصينية طوال العقود السابقة، وسيظل يخدم السياسة الصينية لفترة. ربما يتغير، ولكن سيظل هذا المبدأ مستقر لفترة طويلة. بالإضافة لده، هي رفض فكرة الأحلاف، لأنه هذا المبدأ أيضا يخدم المصالح الصينية في منطقة الإندو باسيفيك، اللي هي المنطقة أو المسرح الرئيسي للصين الآن.